هل صحيح أنه يجوز شراء بيت عن طريق البنك رغم أن هناك ربا؟ لكن بعض الناس يقولون إذا اشترى أحد بيت يصح له شراءه لكن بيت واحد. هذه فتوى قديمة كانت للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كانت قبل أن تظهر شركات التمويل الإسلامية التي تقوم بالحاجة وتندفع بها حاجات الناس. يعني على كل حال هذه الفتوى مبنية على أصل لا نعتقد صحته، لا ربا في دار الحرب. الحديث ليس بصحيح، لا تثبت به حجة. الأئمة الثلاثة على خلاف هذا القول، صاحب أبي حنيفة على خلاف قوله، تفرد به أبو حنيفة رحمه الله، وخالف في هذا صاحب أبي حنيفة محمد وأبو يوسف والأئمة الثلاثة الآخرون. فيا عبد الله، إذا بنى شركات التمويل الإسلامية واصبر على شدتها وتعامل معها، وأسأل الله أن يأجرك خيرا على صبرك وأن يهيئ لك من أمرك رشدا. اللهم آمين.